هذا الدرس يتيح للتلميذ كيفية كتابة الحروف I, J, L, T and U both capital letters and small letters. على التلميذ الاستعانة بالخطوط الموجودة في الكراس. لكتابة الكابيتال I كابيتال I ضع ثلاث نقاط كالتالي، ثم أرسم خط نزولا من النقطة الأولى بمقدار خطين، ثم أرسم خط أفقي من النقطة الثانية، ثم خط أفقي آخر صغير من النقطة الثالثة. بهذه الطريقة قد كتبت الحرف I. سمول I ضع نقطتين كما هو مبين في الصورة، ثم أرسم خط صغير من النقطة الأولى، ثم كبر النقطة الثانية. بهذه الطريقة قد كتبت small i. أعد هذه الطريقة عدة مرات لتتمرن على الحرف ال i capital and small letter. j ضع نقطة في أعلى الخط، ثم أبدأ أرسم الخط نزولا إلى الخط الأحمر، ثم قم بتمييل الخط إلى اليسار بهذا الشكل، وهكذا تتحصل على الحرف الكابيتال J. السمول J ضع نقطتين، ثم أبدأ برسم خط من النقطة الأولى من الخط الأزرق نزولا إلى الخط الأول تحت الأحمر، ثم قم بتمييل الخط لجهة اليسار، بعدها قم بتكبير النقطة الثانية، وهكذا تتحصل على small j. capital L ضع نقطة في الخط الثاني، ثم قم برسم خط عمودي نزولا بمقدار خطين إلى الخط الأحمر، ثم قم بتمييل الخط إلى الجهة اليمنى، وهكذا قد كتبت الحرف capital L. قم بتكرار العملية عدة مرات. small l ضع نقطة كما هو مبين في الصورة، ثم قم برسم خط نزولا إلى الخط الأحمر بمقدار خطين. وبهذه الطريقة السهلة قد كتبت حرف small l. قم بتكرار العملية وتمرن على كتابة الحرف l. ضع نقطتين على هذا الشكل، ثم قم برسم خط عمودي نزولا إلى الخط الأحمر من النقطة الأولى، ثم أرسم خط أفقي من النقطة الثانية. بهذا الشكل تتحصل على الكابيتال T. ضع نقطتين بهذا الشكل، ثم أرسم خط عمودي من النقطة الأولى نزولا إلى الخط الأحمر بمقدار خط واحد، ثم أرسم خط أفقي من النقطة الثانية، وهكذا قد كتبت الحرف small T. ضع نقطة ثم قم برسم خط نزولا إلى الخط الأحمر بمقدار خطين، ثم قم بتمييل الخط إلى جهة اليمين، ثم قم بتكملة الرسم صعودا إلى الخط الثاني، وهكذا قد كتبت الحرف الكابيتال U. ضع نقطة على الخط الأول، ثم قم برسم خط نزولا إلى الخط الأحمر، ثم قم بتمييل الخط إلى الجهة اليمنى، ثم قم بتكملة الرسم صعودا إلى الخط الأزرق، ثم نزولا بمقدار خط واحد، وهكذا قد كتبت الحرف small u. أعد تكرار هذه العمليات وتمرن على كتابة هذه الحروف. شكرا على المتابعة والإصغاء. Thank you for watching.